في بعض الأحيان يكون العالم الذي نعيش فيه قاسياً ومعقداً، ولكن ذلك يتغير بسرعة إذا كان هناك أصدقاء جيدون بالجوار. Mood swings. Mood swings. Mood swings. الأصدقاء يمكنهم تحسين مزاجك، وذلك لا يحدث لدى الإنسان فقط بل في عالم الحيوان أيضاً. كما أن الصداقات التي تربط الحيوانات ليست دائماً بين حيوانات من نفس الصنف أو الفصيلة. أحياناً يمكننا رؤية بعض الصداقات التي لا يمكن أن نصدق وجودها. في هذه الحلقة سوف نعرض لكم مجموعة من أفضل الصداقات التي نشأت بين حيوانات مختلفة في هذا العالم. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. موش وموشن. هل يمكن للقطط إسعاد الدببة؟ نعم ذلك ممكن، لكن القط يحتاج لجرأة كبيرة للاقتراب من الدب، وذلك ما حدث في حديقة حيوانات برلين، حيث تشكلت هذه الصداقة الرائعة بين الدب مويش الذي يعيش في الحديقة والقط مويشن الذي لا يعرف أحد من أين أتى. يقضي الاثنان الكثير من الوقت معا ويتشاركان الطعام أيضا. لحد الآن لا يعرف أحد كيف بدأت هذه الصداقة، لأن القط مويشين لم يتم إحضاره إلى قفص الدب بشكل متعمد. في الأيام الأولى التي بدأ فيها القط بالتسلل إلى قفص الدب، لاحظ عمال الحديقة أن الدب منزعج من ذلك. بعد أيام أصبح القط أكثر جرأة واقترب من الدب تدريجياً إلى أن أصبحا صديقين. واليوم يذهب العديد من الزوار لحديقة الحيوانات خصيصاً لمشاهدة هذه الصداقة النادرة. بريكل وهيزل. من الصعب تكوين صداقة قوية حين يكون جسمك مغطى بالأشواك، لكن ذلك غير مستحيل. القنفذ بريكل يحظى بصداقة رائعة مع الكلبة هيزل، شرط ألا تحشر أنفها الصغير بين أشواكه. بدأت الصداقة بين الاثنين حين بلغت هيزل من العمر 6 أسابيع. منذ ولادتها كانت هيزل منعزلة عن إخوتها ولا تقضي وقتها معهم، كما أنها كانت هادئة تماماً ولا تتسبب بأي فوضى في المنزل. في أحد الأيام حاولت الدخول إلى حوض السباحة وشعرت بالخوف، لكن رؤية القنفذ الصغير وهو يسبح وسط الحوض ساعدتها على التخلص من خوفها. بريكل ساعد هيزل على اكتشاف الحياة وأصبح الاثنان صديقين ودودين. ميوي والأصدقاء. تقوم البيطرية جيمي تيرنر من جنوب إفريقيا بنشاط خيري يهدف إلى معالجة ورعاية صغار الحيوانات التي فقدت أهلها بسبب الصيادين. إنها واحدة من أفضل نماذج الصداقة بين الإنسان والحيوان، لكن صداقة أخرى تكونت حين بدأت جيمي تصطحب معها قطتها ميوي إلى مكان العمل، حيث إنه لا يوجد من يهتم بها في المنزل. أظهرت ميوي قدرات مميزة على التواصل مع حيوانات من مختلف الأصناف، وكانت تقضي معظم وقتها في اللعب معهم. كونت ميوي العديد من الصداقات، لكن أفضلها تلك التي ربطتها مع جميلة، وهي صغير وحيد قرن تم جلبها إلى مركز الرعاية وعمرها شهر واحد فقط. حيوانات وحيد القرن ليست اجتماعية، ولذلك قرر المشرفون على المركز رعاية جاميلا لفترة طويلة حتى تصبح قادرة على الاهتمام بنفسها قبل إعادتها إلى البرية. أثناء ذلك تكونت علاقة صداقة قوية بينها وبين القطة ميوي. بفضل ذلك لم تعد جاميلا تشعر بالوحدة في هذا المركز، حيث تقضي الكثير من الوقت وهي تتجول وتلعب مع صديقتها المفضلة. كانت تلك واحدة من أكثر الصداقات تميزاً في عالم الحيوان، رغم الفرق الكبير في الوزن والحجم. بلينشيك وديو. هذه الصداقة لم تكن عن طريق الصدفة، بل تم إحداثها عن قصد. بلينشيك هو فهد صغير رفضت والدته رعايته، وكان من الصعب على المختصين في مركز رعاية الحيوانات البرية تركه وحيداً. لذلك تم جلب ديو ليعيش معه. تم اختيار ديو بالتحديد لأنه جرو نشيط للغاية وكان بنفس حجم بلينشيك تقريبا. في البداية كان المختصون قلقين، لكن مخاوفهم بدأت تتلاشى بمرور الوقت. سرعان ما أصبح ديو وبلينشيك صديقين مقربين. الفهود بطبيعتها حيوانات خجولة وعدائية مع البشر،
لكن الديو ساعد بلينشيك على الاعتياد على البشر المحيطين به في مركز رعاية الحيوانات. إلى غاية اليوم ما زال الصديقان يعيشان معا في حديقة الحيوانات. على كل حال، فإن هذه الصداقة ليست الأولى من نوعها التي تنشأ ما بين الكلاب والفهود، حيث يعتمد المختصون في رعاية الحيوانات المفترسة دائما على الكلاب. وقد حدث ذلك من قبل في حديقة حيوانات كولومبوس، حيث اضطر المختصون إلى تربية كلب بجانب أحد الفهود لتحسين سلوكه والحد من طبعه العدائي تجاه البشر. سافاري، سوزي، كالا وبوكيل. هذه القصة تذكرنا كثيرا برسوم ديزني الكرتونية، لكنها قصة حقيقية وتدور أحداثها في حديقة حيوانات لوبيس في جنوب إفريقيا. سافاري وسوزي هما شبلتان صغيرتان، كالا صغيرة ضبع، أما بوكيل فهو نمس. قد تكون الأسود حيوانات مفترسة، لكن الصداقة التي تربط هذه الحيوانات تشبه تلك الموجودة في فيلم لاين كينج. ما جعل هؤلاء الأربعة أصدقاء مميزين هي الظروف الصعبة التي مر بها كل واحد منهم. فقدت سافاري وسوزي أمهما التي ماتت بعد الولادة، في حين أن كالا تم التخلي عنها من طرف أمها التي رفضت رعايتها. أما بوكيل فقد خاض قتالا مع بعض الحيوانات المفترسة وكان قريبا من الموت. الآن لا داعي للقلق على هذه المجموعة الصغيرة، كل واحد منهم يحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين، كما أنهم سعيدون بالصداقة التي تجمعهم رغم أصنافهم المختلفة. بيندي، إنديغو وسيتي بوي. هذه قصة أخرى تجمع مجموعة من الحيوانات التي لا ينبغي أن تربطها علاقة صداقة. بيندي وإنديغو هي جراء كلب من السلالة الدلماسية. يقوم مالكها بتربية هذه الكلاب وباعها بعد أن تتكاثر. المالك الجديد للجروين هو جون كونلي الذي يعيش في زيمبابوي ويملك مركزاً لرعاية صغار الحيوانات البرية. ذلك كان سبباً في تكوين علاقة بين الجروين وسيتي بوي. سيتي بوي صغير حمار وحشي. إنها مجموعة أصدقاء تتميز باللونين الأبيض والأسود. تم إنقاذ هذا الصغير بعد أن أصبحت أمه فريسة للأسود. تمكن الصغير من النجاة وعثر عليه العاملون بمركز الرعاية وتم جلبه إلى المركز للاهتمام به. اليوم يقضي صغير الحمار الوحشي معظم وقته مع الجروين ويركض الأصدقاء معا في كل مكان. هذه الصداقة غريبة بالفعل، لكن كل ما يهم هو أن الحيوانات سعيدة وتعيش بسلام. إلزا وهوب. الآن سنتحدث عن شيء غير عادي، إنها علاقة صداقة بين حيوان الكوالا والصحمور. التقى الحيوانان أول مرة في حديقة حيوانات سيدني في أستراليا. حين حاول الموظفون تنظيف قفص صغيرة الصحمور إلزا، تم وضعها مؤقتا في قفص الكوالا هوب. لاحظ الموظفون بعد ذلك أن الحيوانين يقضيان وقتا ممتعا معا منذ ذلك الحين، وهما يعيشان في قفص واحد. كم هو كيوت هذا الأمر؟ باغي وأولي. ما زلنا مع حيوان الصحمور. هذا الحيوان محبوب بالفعل، والآن يبني صداقة قوية مع صغير الكنغر. حدثت هذه القصة أيضا في أستراليا. فقد كل من الصغيرين والديهما قبل أن يتم جلبهما إلى حديقة الحيوانات. قررت إدارة الحديقة وضعهما في قفص واحد لأنهما ما زالا صغيرين، وذلك ما جعلهما صديقين مقربين. مع مرور الوقت لاحظ العمال أن صغير الصحمور أولي يترك مكان نومه وينام مع الكنغر باغي، وأحيانا يحدث العكس. بعدها فهم الجميع أن الصغيرين أصبحا مقربين من بعضهما البعض، وقررت الإدارة تركهما في قفص واحد إلى غاية اليوم. وأخيرا مستر جي وجيلي بين. آخر صداقة سنتحدث عنها اليوم هي تلك التي نشأت بين التيس مستر جي والحمار جيلي بين. قبل بضع سنوات تم نقل الحيوانين إلى محمية كاليفورنيا. تم التخلي عنهما من طرف المالك وهما صغيران، ولم يكن لديهما تواصل مستمر مع البشر. لهذا السبب كانت إعادة تأهيلهما صعبة للغاية. هذان الحيوانان لا يثقان بالبشر، لا يمكن الاقتراب منهما إلا وبين يديك بعض الأعشاب الشهية. لكن الصداقة التي نشأت بين الحمار والتيس ساعدت الطرفين على التأقلم والشعور بالراحة في هذه المحمية رغم طباعهما المختلفة، حيث إن مستر جي هادئ تماماً في حين أن جيلي بين لا يتوقف عن الحركة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة.
جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.